الو الاكس في التاس وضع الطياره قلبها بالكاس سايبها على الهولد تتكلم عملت تركات. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا نهار ابويا اسود، النهارده يوم كبير قوي 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 قوي. كوتشي مش زاتشي كده، نايم خالص. انت نمت وانا ماسك الموبايل تعالوا يا جماعه، النهارده يوم كبير قوي يا جماعه. بص انا عايز اقول لكم حاجه بس عشان نفهم النهارده اليوم دلوقتي يا جماعه. انا المفروض هقوم اغير، تعرف انا جاهز. اوبا يا جماعه، رايحين بكوتشي اديداس يا جماعه. بعد ما اقوم اغير المفروض هنروح المطار ناخد حد صاحبنا انتوا ما تعرفوش، يعني انتوا لسه ما تعرفوش، اول مره هتقابلوه في الفلوجز. ماشي يا كداب. هو فين؟ هو تحت اليافطه الصفراء. تاني حاجه، بعد كده هنطلع هنروح على الحفله اللي انت داخل الفيديو علشانها. ان شاء الله يا جماعه النهارده هطلع جيست سربرايز جيست تاني. فاكرين اخر مره طلعنا فيها وكسرنا الدنيا؟ فاحنا النهارده يا جماعه هنطلع تاني. فانت تيجي تقول يا محمد طب وحفلتك؟ انت قلت لنا حفلتك في شهر واحد. يا جماعه اتقل تاخد حاجه نظيفه، انا بجهز لكم حاجه كبيره وانا بطلع الحاجات دي علشان ابدا اعمل بروموت للحفله بتاعتي، فاهم؟ فانا احب اقول لكم ان الحفله بتاعتي هتبقى في اخر شهر 3، فكله يستنى. بقول لك ايه يابا، حاسس ان انت جربان؟ شادي حاسس ان انت جربان؟ لو انت حاسس ان انت جربان، اهم حاجه ما تنساش تنزل تجيب لك ميرش ناسا يا جماعه. mkmerch.com اللينك تحت في الديسكربشن. خش جيب لك احسن هوديز في مصر واحلى كواليتي زي ما انا قلت لكم. بصوا الكواليتي عامل ازاي يا جماعه. ايوه اهو، بصوا الكواليتي عامل ازاي. ننزل تحت، اصحابي جم، المفروض هنروح ناخد صاحبنا اللي انت ما تعرفوش من المطار وبس. يلا بينا. ايه ده ايه ده؟ احنا مش متخانقين يا ابني. صباح الخير، احلى مسا عليك يا اخويا. انديا انديا، يلا بينا يا رجاله. انا مش متخانق مع علي ولا اي حاجه. شوف انت نقلت كام مره في بيتك مثلا، تخيل كده. عديت بس، هو الموضوع كده بكل بساطه. براح براح حاسس. تعرف ايه سموت بالحفله. لا اله الا الله. لا انت بتضحك عليه، انت بتضحك عليه. براح، في عربيه قدام. فين هو؟ تحت اليافطه الصفراء. لسه كلهم قصيرين. ايه ده، سايبني مشغل الفلاش عادي كده. الو طب يا جماعه احنا وصلنا هنا. بص لابس بنطلوني. انت اللي لابس بنطلوني. انت اخويا السريبو. توتا. احنا سالنا على بعض بس عارف لازم نيجي قدام الكاميرا نعمل نفسنا ما سالناش على بعض وكده، فاهم؟ السلام عليكم. اقعد يا ابني، اكتب اسمك. لا لا اسمي ايه؟ هديلك. جوزتك نفسي. استنى بس عشان ده فين الكوتش؟ فين اديداس؟ فين الكوتش؟ لابس فيلا؟ اديداس فيلا. مش معاك فيلا؟ لا اديداس اهو. اديداس. نزل كده وانت قرب كده بالكاميرا علينا. احنا لابسين كده، الكوتش مش باين صح؟ أيوة. صح كده مش باين. فليكس بقى وكانك لابس اديداس. ايوه عفوا. انت سامعني؟ انا واقف اخر اوضه. عفوا انا سامعك كويس. سامعك. ايوه الو ايوه يا جماعه، الحفله كمان شويه والاستاذ عمال يلعب. انا ما عملتش بروف. عفوا انا ما اعرفش انا هطلع اعمل ايه. اه صح. ينفع تغني الفيرس بتاعي وخلاص واروح؟ انا فكره حلوه، انا اخش ما دام مش حابس الفيرس بتاعك اعمل كده، هم يغنوا بقى وانا اعمل اه جاي من درس الموسيقى واسكت، فاهم؟ هم بقى يغنوا الباقي. صح. انت بقك شو انت كوتش؟ كلنا لابسين اضيفه. اه كلنا لابسين. غني حبك مات مالوش دي. زي ما احنا شايفين يا جماعه، دايلر لسه جايبينه بتوك توك من دبي. توك توك من عند البنزينه اللي عند اول دبي، نزلته على هنا على طول. راجع من درس الاضيفه. كنسل الفيديو كله. فتوها؟ عمر معايا. الو عمر معايا. نصحى للكلام فاهم؟ ويجز كان هيموتني. موديل عارف ياخد الستيج. عايز انترفيو ولا اتفضل؟ انا بتاع، انا لابس اديداس. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخيرا دي اخيرا. اه اخيرا. ازيك عامل ايه؟ واخده من زياد صاحبي. يا ابني انا ما كملتش. انت الله يخليك اكمل انترفيو حضرتك. طيب ايه كان شعورك وانت طالع على الستيج لاول مره؟ اول مره. ايه تاني مره؟ انها بتحبي شخصيتي بدونه وربنا كنت باغي.
لا لا مش ماشيها. احلف انك تشتري كوبري. انا بحاول. لا لا فوتو هذا دلوقتي. طيب عايز اتكلم شويه قبل ما تيجي الحته وانا بغني اغنيه كوتش اديداس. طبعا اللي متابعنا على انستغرام عارف ايه اللي حصل لي وانا على الستيج. ف حابب اشرح طبعا اهم حاجه كونتنت الرسمي انا بقدمه اللي هو يوتيوب. جماعه كان كل حاجه تمام بس للاسف الحاجه اللي انتوا تعرفوهاش ان انتوا اكيد في حاجات كتير بتحصل في حياتي انتوا متعرفوهاش. الفتره دي انا نومي مش كويس، كنت بصور ميوزك فيديو طلع عيني، كل يوم بصحى بدري وبنام متاخر، كان عندي برد شديد، وللاسف حاجه انا لسه مكتشفها قريب عندي قولون عصبي. تمام يعني انت متخيل واحد في سني ده وعنده كل ده. غير مشاكل في بطني، الاكل الغلط اللي باكله، انا بقالي زي ما انتوا عارفين بقالي اكتر من سنتين مش مع عيلتي فاكل غلط. لحد ما مره واحده بدات احس في القولون بتاعي حاجه بتمسكني، حاجه عارفينته لما انا حسيت احساس غريب عمري حسيته في حياتي. راجع من نفس الموسيقى بالكوتش الاديداس، شفتني انت حلوه بس مش دي المصيبه، بصيت لقيت النظره كانت نيران صديقه، ما تكسفتش وعكس الديوان قالت يا واد يا ابيضيكا. راجع من نفس الموسيقى بالكوتش الاديداس، شفتني انت حلوه بس مش دي المصيبه، بصيت لقيت النظره كانت نيران صديقه، ما تكسفتش وعكس الديوان قالت يا واد يا ابيضيكا. عملت من بنها قلت لها بتكلميني، قالت بكلمك قلت لها تكلميني ليه، وفانتي تكلميني وانتي ما تعرفيني، قالت لي اصلي فتح مامي شاب ابيض ووسيم، بس انا دمي حامي ومستغرب ازاي بتكلمني عالي، شربت لي حالي بسأل نفسي ازاي مرتاح لها ومرتاح لي، يا مش فاهمني، يا سيحت لي مخي دماغي خلتها في اللالا لاند، فك انا عطل على لساني صم، مع ان لساني مع كل الناس دايما برا فن، يا قلت لها انا ماشي لو مفيش مانع، قالت لي هشوفك تاني ولا مش نافع، قلت لها كل يوم بمشي من نفس الشارع هتشوفيني وانا راجع من نفس الموسيقى بالكوتش الاديداس، شفتي بنت حلوه بس مش دي المصيبه، بصيت لقيت النظره خلاص انا 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 مش موجود. محمد خالد مش موجود تماما. هتسالني ده ليه؟ هقول لك معرفش. هتقول لي مثلا محمد الخوف والرهبه، اقول لك انا كنت على ستيج وغنيت باللادن والناس وكنت بتنطط وكان حوار مش طبيعي وما حصليش كده. فالنهارده عشان التعب والارهاق اللي عندي يعني عندك مثلا فيديو هنا هتلاقيني وانا كنت هقع من طولي، بعد كده خدت نفسي ومش فاكر اي حاجه. فيديو من فان ومبين فيه كل حاجه وده اللي حصل. زي ما انتوا شايفين هنا هتلاقيني اللي هو انا بدات خلاص، لو انا فعلا مش شايف قدامي، خدت نفسي على جنب بس، وبعد كده بدات ارجع هوا. صفا علي لمحمد خالد بس. فبعد كده طبعا انا حسيت بقهره، عرفت القهره اللي هو يعني انا بعد كل ده وانا مستني كل ده والناس اللي جايه، لان في ناس كتير جايه تسمع كوتش اديداس، فما قدرتش اعمل ايه، فقلت لهم كلمه حلوه في حقهم. طب محمد خالد هيقول لكم حاجه. اول حاجه انا اسف جدا على حصل، بس انا جاي هنا وانا عيان اشكر لكم، انا اسف جدا على حصل ده. كل الناس اللي نزل معاك على القناه يا فندم والله انا اسف جدا. فوق في الاي حاجه بيقولها صعب على محمد خالد عشان هو
فبس يا جماعه ده اللي كان حصل، واسف لو في الاخر عملناها ايموشنال بس غصب عني. بس اشوفكم كمان كام يوم. الو